ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه الطفل عبد السلام القاطن بدوار أيت عباس إقليم آزيلال، تم إرسال شاحنة محملة بعشرة أطنان من المواد الغذائية والملابس والأحذية للمتضررين من موجة البرد القارس الحالية من طرف جمعية عطاء بمساهمة المحسنين. الطفل عبد السلام وبكلمات عفوية صادقة استطاع في شريط فيديو قصير تداوله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن يلخص معاناة سكان عشرة الدواوير النائية مع موجة البرد والثلوج التي تشهدها المنطقة. ونشر أشارت المؤسسة عبر صفحتها الفيسبوكية تقول: فريقنا اليوم في الاتجاه إلى دوار أيت عباس بإقليم آزيلال استجابة لنداء الاستغاثة التي أطلقه الطفل عبد السلام. تم إرسال شاحنة محملة بعشرة أطنان من المواد الغذائية والملابس والأحذية للمتضررين من موجة البرد القارس الحالية. منطقة أيت عباس، أي عباس في إمير، عافاكم عاونونا عافاكم جزاكم بخير. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.